اليوم راح أتحدث لك عن كتاب الهزائم المشرفة في الوطنية والشيوعية والحريات للكاتب جمال جصاني. هذا الكتاب هو عبارة عن يعني شيء متداخل من السيرة الذاتية والتحليل السياسي والتاريخي والاجتماعي. الكتاب يقع تقريبا في أكثر من 330 صفحة. أي الكتاب مثل ما قلت لك استعرض يعني بجوانب الحياتية وجوانب الاجتماعية وجوانب السياسية. طبعا المناسبة هذا الكتاب منع من العرض في معرض بغداد لأسباب يعني لأسباب أقدر أقول عليها ساذجة. الرقيب اللي موجود كان بمعرض بغداد اعترض على كلمة الشيوعية بالكتاب. وضحنا لأنه الكتاب هذا ما يتحدث عنه، يحكي عن تجربة شخص كان في يوم ما في الحزب الشيوعي العراقي. بالنسبة لدار المكتبة بلداش وكتاب الموناليزا الأخيرة للكاتب جوناثان سونتوبر، هو كاتب أمريكي. الكتاب يحكي عن سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر عام 1911 إلى حين أنه هل اللوحة اللي موجودة حاليا بالمعرض اللوفر هي أصلية أو لا؟ هاي التفاصيل كلها راح نقدر نكتشفها عن طريق الكتاب الموناليزا الأخيرة اللي هو اللص الهاوي والقناع الأسود، اللي هي جزء من سلسلة قصص قصيرة للكاتب إرنست ويليام هورنونج، اللي هو يكون نسيب الكاتب آرثر كونان دويل اللي هو مخترع شخصية شارلوك هولمز. هاي السلسلة تكون هي الضد لشخصية شارلوك هولمز، وإنه هو البطل الخير والمحقق اللي يلقى العدالة. شخصية الرافلز اللي هو ضد شارلوك هولمز، إنه هو السارق اللي يسرق الأغنياء بطرق مبتكرة. وايضا هي السلسله بعدهم ما كامله ترجمتها، باقي جزء من السلسله القصيره يكمل ان شاء الله على معرض النيوتيوب ينزل.